كيف أحافظ على الثقة بالنفس؟ في عوامل مثلا للمحافظة على الثقة بالنفس، التحفيز الذاتي. أنا بقول مثلا من ضمن الأشياء المهمة اللي بعملها، من تحيط نفسك بهم تصبح مثلهم. الصاحب ساحب، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعلى فكرة هذا حيكون موضوعنا لحلقة بكرة إن شاء الله بتفصيل أكثر. أنا أجد أنه البعض بيحيط نفسه بناس بيسلبوه الثقة. في بعض العلاقات أسميها علاقات سمية، toxic relationships، إنها علاقات سمية، وأنت حوالين الناس هذول تلاقي إنهم هما بيسحبوا منك البنزين، بيسحبوا منك الطاقة، بيسحبوا منك الانرجي. وفي ناس سبحان الله بوجودك حواليهم بتشعر بثقة أعلى، بحماس أكثر. فمن تحيط نفسك بهم والبيئة اللي أنت بتكون فيها، هذا يعني له دور من الجواب في هذه المسألة. ولكن مش دائما أعلق على البيئة، لأن الناجحين أو الناجحون يحملون أجواءهم معهم، فبيكونوا دائما في بيئات إيجابية، إن هو بيكون قرار ذاتي من عنده. لا تعد سقطاتك ولكن عد وقفاتك. كلنا حنطيح، ولكن السؤال كم مرة حنقوم وكم مرة حنرجع نوقف مرة ثانية. فلا تقعد تركز على الجانب السلبي، ركز على الجانب الإيجابي. فيعني هذا كان يعني جزء من السؤال، إذن إنه هو كيف أحافظ على الثقة المستمرة، والجزء الآخر كيف أطرد الأفكار السلبية. إذا ما شغلت نفسك بالحق هتشغلك بالباطل، إذا ما شغلت نفسك بالحق هتشغلك بالباطل. فركز على الأشياء الإيجابية عشان تسد الباب على الأفكار السلبية إنها هي تجي. أنت ما تقدر إنك أنت توقف تفكيرك تماما، وإنك أنت تكون يعني ما بتفكر في أي حاجة. عارف اللي يقعد يعمل يوغا ويعمل مديتيشن إنه يوقف تفكيره، هيجلس لمدة يعني ثواني بسيطة أو دقائق بسيطة، لكن عقلك بيستمر في حالة تفكير مستمرة. فالحل هنا إنه أنا أعود نفسي إنه أنا أفكر في الأفكار الإيجابية قدر المستطاع. شو أول ما تجيك الأفكار السلبية لا تقعد تدور في فلكها بشكل مستمر، لأنه ممكن تكون تتكاثر علينا هذه الأفكار وتدخلنا في المود السلبي. وعارف الكيس تبع الشاهي لما تحطه في الموية، الموية في البداية بيكون يعني نقية وصافية وشفافة، بس بعد فترة تبدأ تصير، لو تركت كيس الشاهي جوتها لونها أصفر، بعدين برتقالي، بعدين أحمر، بعدين يبدأ يصير لونها أسود. فبعض الأفكار السلبية إذا تركناها في دماغنا وسبناها هتبدأ تثقل وتثقل وتثقل وتصير سلبية. فالحل أرمي الكيس الشاهي هذا أو أرمي الفكرة السلبية هذه برا، بحيث إنها ما تفضل تؤثر عليك وتعكنن عليك مزاجك، وانشغل بالمفيد. من الحلول المهمة في قضية القلق والسلبية الانشغال بالمفيد. أشغل نفسك بالمفيد، لا تترك نفسك بشكل مستمر كده، أنشغل بالمفيد. أبدأ أركز على الأفكار الإيجابية، ولعله هذه من الحكمة في الأذكار. أنت عارف أنه مثلا لما نجي نشوف كيف أنه من استراتيجيات إدارة الحشود، وأنا أول كتاب كتبته اللي هو حجة لتكون مع الشيخ علي أبو الحسن، وكنا بنتكلم على الحج من الناحية النفسية والحكمة من بعض التشريعات اللي في الحج، وكيف أنه في هندسة نفسية في الموضوع. فمثلا الملايين اللي بيكونوا في موسم الحج هذولي، إذا ما كان في آلية لإدارة هذه الحشود، حيكون تجد أن الموضوع ممكن يكون فيه ضجيج، ويكون فيه ضوضاء، ويكون فيه مشاكل، ويكون فمن ضمن الأشياء واللي الله سبحانه وتعالى شرعها وبيكون لها تأثير يعني إداري عليهم، قضية أنهم كلهم بيلبوا نفس التلبية ونفس النداء بنفس الطريقة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فالأذكار أو التلبية بنفس الطريقة، بنفس النبرة، بنفس الصوت، كلنا مع بعض، فبتعمل طريقة زي ما يقولوا لإدارة هذا الحش. كلهم بيبدأوا يهدوا، كلهم بيبدأوا خلاص ينشغلوا بالتلبية، ينشغلوا بالأذكار، ينشغلوا بذكر الله. فالواحد لما يبدأ يشغل نفسه بالأذكار، بالأفكار الإيجابية، بيبدأ يسد على نفسه الطريق للأفكار السلبية هذه، ما بيبدأ يكون لها مجال. يعني عارف انه هو لما اجي احط مثلا كأس مثلا يعني قدام واحد واقول له ايش رايك في الكأس هذا، يقول لي مثلا فارغ، اقول له لا هو ما هو فارغ، في داخله هواء، عمره ما حيكون انه في عدم، لازم يكون في حاجة جوته. فاذا ما كان في ماء حيكون في هواء في داخله. فانا عقلي نفس الحكاية، لازم يكون في شيء. فاذا ما كان في افكار ايجابية وانا غذيته بالافكار الايجابية، اوتوماتيكيا حتلاقي الافكار السلبية تبدأ تطفح فيه. اشغل نفسك ب متابعة الناجحين، قراءة مثلا قصة الناجحين، قراءة مثلا الكتب، إحاطة نفسك بالناس الناجحين. عارف لما تجي تتابع الأخبار مثلا زي CNN مثلا، constant negative news، أخبار سلبية بلا انقطاع، البعض اللي قاعد قدام التلفزيون، وعشان كده تكلمت على تأثير التلفزيون على ثقتنا بأنفسنا، باستمرار باستمرار بيأخذ أفكار سلبية بشكل مستمر بشكل مستمر، بتلاقي عنده الكأس تبع دماغه بيطفح بالسلبية. فأعمل حمية من الاقتراحات اللي بقول لك عليه، أعمل حمية من وسائل مثلا الإعلام، وسائل الأخبار والجرائد. في بعض الناس تلاقيه على طول جالس مع الأخبار مع الجرائد بشكل مستمر، وبيأخذ أفكار سلبية. يعني عارف الشيء اللي يعني كده ينرفز بعض الأوقات، تلاقي إنه كل الأخبار
بتركز على الجوانب السلبية، ما في أخبار بتعطيك مثلا جوانب إيجابية. يعني ما يقول لك اليوم كان يوم رائع مثلا في مصر فلان حقق أهدافه، ولا اليوم كان اليوم جميل مثلا في مكة والناس مثلا اعتمرت بسلام وبوئام مثلا. لا لا لا، الأخبار الحلوة ما تنتشر، دائما يقول لك انفجارات، مقتل كذا، إصابة كذا، وسقوط طائرة كذا، والإنسان بيجيله إحساس أنه العالم كله يعني مليء بالكوارث ومليء بالمحن على طول، وأنه ما في حاجة يعني إيجابية. فأبعد وأعمل حمية عن مصادر السلبية. ثلاث خطوات على السريع: وقف التسمم، نظف السلبية اللي موجودة، اشحن بالإيجابية. إيقاف التسمم بمعنى لو أنا كان عندي غرفة والغرفة هذه مليانة بالأوساخ والقاذورات اللي خلت الفئران يجوا، فأنا ما حلوم الفئران أقول والله الفئران هذولي كيف إنك أنت جبتوا الزبالة؟ هو الفئران اللي جابت الزبالة ولا الزبالة اللي جابت الفئران؟ الزبالة اللي جابت الفئران. أنا إيش أتعامل مع الموقف هذا؟ أقول أول حاجة نوقف أي نفايات جديدة أنها تنكب، وقف أي سلبية ممكن تجي، نوقف أي مصدر لمصادر زي ما يقولوا تدهور الوضع أكثر من كده. أعمل إسقاط على الموضوع ده. كثير من الناس يشوف ثقتهم بنفسهم بتضطرب وبتهتز فيما يتعلق بمثلا خلينا نقول مظهرهم، لما يبدأ يصير مثلا عنده سمنة مفرطة مثلا. فأنا أقول مثلا الواحد أول حل يعمل أنه هو إيقاف أي سموم بتؤدي إلى تدهور صحته. وقف الجنك فود، الأكل القمامي زي ما يقولوا عليه، الأكل اللي هو اللي مش نظيف هذا. فوقف السلبية اللي بتدخل على حياتك. قضية ثانية عملية التنظيف، تنظيف الجسم من السموم. ممكن تعمل ديتوكسيفيكيشن، عملية تنظيف، فتخلص ونظف الزبالة اللي موجودة أو الوسخ اللي موجود. لو نرجع للمثال حق الزبالة أو القمامة اللي موجودة في الغرفة، فأبدأ أعمل عملية التنظيف. بس ما بدي أعمل تنظيف ولسه في أحد جاي يكب الزبالة، أنا نظف من هنا ويكب من هنا، أنا نظف من هنا ويكب من هنا. لا، أبغى أوقف أي مكب للنفايات، أعمل تنظيف للي موجود. بعد ما نظفت الموجود بعدين أبدأ أنه أنا أشحن بالجانب الإيجابي. فالبعض لما نيجي يتكلم على موضوع النجاح أقول أنت عندك في أمور يجب أنك أنت توقفها من حياتك، من السلبية اللي بتضر بثقتك بنفسك، إبداعك، عطائك، وقفها. قضية ثانية نظف وحل الكلاكيع اللي موجودة عندك، اللي البعض عنده كده أزمات أو بعض المشاكل وبعض القضايا، وهنا اضطر الموضوع للاستعانة بمتخصصين ما فيها بأس. روح لمتخصص يساعدك أنك أنت تتجاوز الكلكوعة اللي عندك، لأنه كل واحد فينا عنده كلكوعة، والكلكوعة ما تكلكع في النفس، وعندك حاجة كده عارف وانت ما انت قادر تتجاوزها. وكل واحد فينا ممكن يكون عنده كلكوعة مو قادر يتجاوزها، ولو اتجاوزها وفكفكها حيبدأ ينطلق للنجاح. فأبدأ حل مشاكلك مع الكلكوعة اللي عندك هذه، وبعد كده أبدأ في الشحن الإيجابي وفي العادات الإيجابية في الأمور الإيجابية. بس ما نبقى نبدأ انه احنا مثلا نحط عطر واحنا ما احنا متنظفين وما احنا مستحمين، عارف تكون معرق وحالتك حاله، وبعدين تبدا تحط كولونيا وتحط عطر. ابدا اتنظف اول، نظف المشاكل اللي موجوده عندك، بعدين ابدا انه انت اشحن بال زي ما يقولوا بالجانب الايجابي من برا. جميل.